أنا جاية النهاردة عايزة أوجه رسالة لكل حد بيقول أو بيعلن إن أنا ملحد أو مش بؤمن بربنا. والحقيقة أنا مش جاية خالص أعمل أي إثباتات أو أقدم أي دلائل. في ناس متخصصة أشطر وأكفأ مني بكتير اتكلموا عن المواضيع دي، ولو حد عايز المصادر دي أو اللينكات للمناقشات دي فبليز راسلني وأنا أبعت لك اللينكات دي أو أبعت لك اللينكات دي. لكن انا مش هدفي خالص ان انا في الفيديو اتكلم عن دلائل او ان انا اثبت حاجه. هدفي هقول عنه بعد شويه، بس ليه انا اصلا الكوز بتاع الفيديو او السبب. وانا بقدم احدى الندوات فبتكلم عن انه الاعراض اللي بتحصل نتيجه حزن الفقد، ان شخص يفقد ناس بيحبهم، انه في ناس في الاعراض الروحيه لانه في كذا اعراض تانية جسديه او فكريه او عاطفيه، لكن من الناحيه الروحيه فبقول إنه في ناس بتبعد عن ربنا، في ناس بتقرب، في ناس بترفض أو بيبقى فيها غضب تجاه ربنا. والحقيقة كلمة ربنا في حد ذاتها ممكن تبقى تريجر أو محفز للناس الموجوعة قوي واللي بتقول إنه أنا أصلاً لا أؤمن وما تكلمنيش عن ربنا. في الوقت اللي أنا فيه مش بتكلم عن ربنا، لكن بقول إنه دي أعراض وإنه كلنا عندنا إيمانات مختلفة. فأنا عندي إيمان وإنت عندك إيمان، إيمانك أو إيمانك إنه مش بتؤمن بوجود الله، بس زي ما أنا مش بحكم عليك أو مش بقول إن إنت كده كويس أو وحش، فأنا بطلب إنه إنت وإنتي كمان ما تبقوش بتحكموا عليا، لأني بقول إنه أنا أؤمن بوجود الله. وهدفي هنا إنه نبص لبعض كبشر مشتركين في مسيرة الآلام والجربة اللي موجودة على الأرض، إن كلنا أصابنا ألم ووجع وفقد. طبعا كل واحد بيحسه بطريقة مختلفة وبيختبره بشكل مختلف. هدف بقى رسالتي أو الفيديو بتاعي هو إن أنا قد إيه بتوجع من جوايا مع الألم بتاع كل حد ممكن يكون الدافع وراء إنه أو السبب وراء إنه رفض ربنا أو حتى كرهه أو مش عايز يسمع سيرته، هو الألم وهو كمان التنمر أو الوجع والأذى اللي سببته المجتمعات الدينية اللي بيتقال عليها مجتمعات دينية، اللي للأسف بيكون أسلوبها هو النقد أو الحكم أو اللي هو لا 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 إيه ده، أنا مش عايز أسمع الكلام ده، استغفر الله العظيم. بنتصرف بطريقة أنا عارفة إنها مؤذية، وأنا بالنيابة عن الجماعات دي أنا عايزة أعتذر لكل حد اتوجع من مجتمع ديني وقرر إنه يبتعد تماما ويرفض المجتمعات الدينية أيا كان الديانات إيه. بتوجع جدا لانه انا نفسي بتوجع وتوجعت من المجتمعات الدينيه، بس يمكن انا في رحلتي وانا مش جاي اتكلم عن نفسي، لكن كان في حاجات تانية ساعدتني اني ما بقاش بركز قوي على الناس اللي كان ممكن بسبب اذاهم او اسلوبهم معايا اني فعلا اوصل لمرحله ارفض اني اصدق انه في اله. بس كمان غير الاعتذار عشان المجتمعات الدينيه المؤذيه، الا انا بطلب منهم من فضلكم ادوا لكل واحد مساحته والسرعة بتاعته انه يختار قرارات حياته ويكتشف. لو الشخص طلب نصيحة، لو الشخص طلب طب ارشدني اعمل ايه، قدم هنا المساعدة، قدم هنا اللي انت شايفه. بس ياريت في كلامنا مع بعض ما نبقاش بنتكلم بطريقة انه انا هنا وعارف احسن واكتر منك، وانه انت ازاي تقول كده، ازاي تتكلم بالطريقة دي، ازاي تفكر بالطريقة دي، لا لا ده دماغه ضربت، لا ده كلام مؤذي وبيوجع. والحقيقة هو بينفر الشخص أكتر وأكتر من المجتمعات الدينية، منكم ومن ربنا، لأن أنتوا للأسف أو المجتمعات المسيئة دي بحد ذاتها، مش كل اللي بيشاهدني طبعا، بيوصلوا صورة خاطئة عن ربنا اللي أنا عارفاه، اللي مش هيكون بيضرب أو بينزل بالعصاية أو بالكرباج عشان شخص مش بيؤمن بيه. بالعكس، هو الشمس بتشرق على كل الناس، على الناس اللي بتؤمن والناس اللي مش بتؤمن، الخير والنجاح، وبيبقى على كل الناس انه فعلا ربنا عايز يوزع على كل الناس. ده ايمان مش بالضرورة تكون بتؤمن بيه. ده بالنسبة للمجتمعات الدينية. لكن الرسالة التانية انه كمان في اوقات الالم الشديد والفقد والشر والقتل والفساد اللي بنشوفه حوالينا، دماغنا اكيد في اوقات ممكن تقول انه ازاي لو ربنا موجود ولو ربنا رحيم انه يسمح بكل ده او يعمل كل ده. في ناس بتقول انه هو اللي بيعمل كل ده، وهنا دي النقط اللي انا بتكلم عنها وقلت عنها في اول الفيديو، انه في ناس اتكلمت في الحاجات دي اشطر مني وشرحت باسلوب علمي او لاهوتي او مش عايزه اقول ديني لكن بحثي،
انه يعني ايه الرد في المواقف اللي زي دي او في النقط اللي زي دي. لو انت مهتم او لو انت لسه بتفكر او لو انت لسه بتفكري او عندك حيرة او عندك حيرة، راسلني بشكل شخصي وابعت لك لينكات تساعدك او تساعدك ان انتوا تعرفوا اكتر في الموضوع ده، بعيد عن الكلام اللي الاغلبية بيقولوه واللي مش بالضرورة يكون حقيقي او يكون مظبوط دينيا او تاريخيا. فرسالتي لكل حد مش بيؤمن بوجود الله في كلمتين: انا بعتذر جدا عن الناس اللي ممكن تكون اذتك او اذتك وسببت لك الم ونفور اكتر واكتر من رمز السلطة او من رمز العبادة. والحاجة التانية انه انا متعاطفة جدا مع المك او مع المك، مش شفقة، لان في ناس بتفتكر ان التعاطف ده شفقة، بالعكس يعني قلبي بيتوجع معاك وبيتوجع معاكي. وانا في ايماني بدعي ليك او ليكي بانه النور والمحبة والرحمة يكونوا معاك او معاكي في الطريق ويساعدوك او يساعدوكي في الوقت الصعب اللي انت وانتي بتعدي بيه، بيبقى فيه وحدة ومشاعر كتيرة قوي صعبة. بشكركم.